أزيد من 709,000 مترشح عبر الوطن على موعد غدا مع امتحانات شهادة البكالوريا. ووزيرة التربية الوطنية تدعو الممتحنين إلى التحلي بالهدوء والثقة بالنفس وتجنب الانحرافات التي تتعارض والعمل الجاد. المقاربة الجزائرية في حل النزاعات المبنية على أساس الحوار والمصالحة الوطنية في الدورة 16 لمنتدى أوسلو حول الوساطة. أقطاب حضرية جديدة بأزيد من 200,000 وحدة سكنية بولاية البليدة. وبتندوف عملية واسعة لتزيين واجهات المنازل وفق النمط العمراني الصحراوي. حماة الوطن يتعززون بتخرج دفعات جديدة، ضباط وضباط صف من المدرسة العليا للمشاة بشرشان والمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم برغاية. وفي الذاكرة تخليد ذكرى شهيد المقصل أحمد زبانة ودعوة للاهتمام بالمتاحف وجعلها مراكز إشعاع علمية وتاريخية. تحية لكم والسلام عليكم. نستهل بالحدث التربوي، حيث يشرع غدا أزيد من 709,000 مترشح عبر الوطن يشرعون في اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا. دليلة بعزيز. البكالوريا الموعد المصيري والجسر الذي يربط بين المدرسة والجامعة تفصلنا عنه ساعات معدودة. أكثر من 709,000 مترشح بين نظامي وحر سيلتحقون بمراكز الامتحان عبر الوطن، 5 أيام حاسمة في حياة التلميذ وموعد سنوي تنظيمه وتأطيره يتطلب تضامنا حكوميا أكثر صرامة لتفادي محاولات الغش، لا سيما الغش الإلكتروني. وكإجراء وقائي سيتم حجب خدمة الإنترنت قبل وأثناء الامتحان ومنع حمل كل الأجهزة الذكية على غرار الهاتف النقال والألواح الذكية داخل مراكز الامتحان. مواضيع الامتحان ستكون موجودة في 66 نقطة عبر تراب الوطن. 66 نقطة، هذه النقاط مؤمنة ومحصنة ومراقبة بإجهزة الكاميرا والتسجيل، ويوجد بها يعني أفراد من الأمن الوطني وأفراد من الدرك الوطني وممثلي مديرية التربية لتأمين هذه المواضيع. وفي سياق تأمين الامتحان وعدم التشويش على المترشحين، تدعو وزارة التربية الوطنية إلى تفادي الزيارات الرسمية إلى مراكز الامتحان من أجل فتح الأظرفة التي تحتوي على مواضيع الامتحانات، كما تشدد على التزام التلاميذ بالتوقيت الرسمي للامتحان تفاديا لأي تأخر قد يؤدي إلى إقصائه. على الساعة 8 المراكز راح تغلق، أبواب المراكز تغلق. تغلق المراكز، ولكن تبقى هناك يعني فترة بين الساعة 8 والساعة 8:30 يسمح لهذا المترشحين، الأمر طار يعني هذا المترشحين اللي يلحقوا بعد 8 يعتبرون متأخرين، ولكن تمنح لهم الفرصة باش يدخلوا ابتداء من الساعة 8:30 باب المراكز مغلقة ولا يمكن السماح لأي مترشح يصل بعد 8:30. الوزارة تطمئن المترشحين أن المواضيع المقترحة لن تخرج عن المقرر الدراسي، يبقى فقط على التلميذ تفادي الإرهاق وتجنب مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الامتحان، وعلى الأولياء أيضا الحرص على راحة أبنائهم. بالتوفيق إن شاء الله لكافة الممتحنين. هذا ودعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، دعت الممتحنين إلى التحلي بالتركيز وتجنب التلاعبات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على مجريات الامتحان. يسعدني كثيرا في كل مرة أن أتوجه إلى المترشحين الذين يستعدون لاجتياز امتحان البكالوريا. هذا الامتحان الوطني الذي يحمل بالتأكيد بعض المخاوف وتوتر، ولكنه يحمل في نفس الوقت الكثير من الأمل في المستقبل.
لكم تلاميذ الأعزاء المقبلين على امتحان البكالوريا، أجدد عبارة التشجيع وأدعوكم للتحلي بالهدوء والثقة في النفس، وإنني أنصحكم مرة أخرى برفض كل الانحرافات والسلوكات التي تتعارض مع بذل الجهد والعمل الجاد. أما موظف القطاع من أساتذة ومؤطرين وإداريين وعمال مهنيين، فهم يظهرون لنا كل يوم أن الأمل قائم بعد كل المجهودات التي بذلها كل واحد من منصبه. يمكن القول أن كل الظروف مهيئة حتى يمتحن أبناؤنا في جو ملائم يعمل على تكريس مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص. وعقب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة ماي 2018، سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة لكل من بشار والأغواط وباتنا وبجاية هذا العام سجلت نتائج ممتازة، حيث حقق أشبال الأمة 343 نتائج قياسية بنسبة نجاح 100% بمعدل عام يقدر ب 15.29/20، حيث تحصل 3 أشبال على شهادة التعليم المتوسط بتقدير امتياز و118 بدرجة جيد جدا و160 بدرجة جيد، فيما تحصل بقية الأشبال على درجة قريب من الجيد. هذه النتائج الممتازة والنوعية تعكس الجهود الجبارة لأشبال الأمة، فهي تؤكد أيضا العناية الفائقة والأهمية البالغة التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة المحدثة طبقا لقرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني التي ما فاتئت تحظى بدعمه الثمين، كما تعكس المستوى الراقي الذي تتميز به مدارس أشبال الأمة، وكذا اجتهاد وتفاني الإطارات الساهرة عليهم والوسائل والإمكانات البشرية والمادية والبيداغوجية التي سخرتها قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس. وبهذه المناسبة يتقدم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يتقدم بالتهاني والتقدير لكافة الناجحين وللإطارات والأساتذة الذين ساهموا في تحقيق هذه النتائج المشرفة. أكد اليوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مسير خلال أشغال الدورة 16 لمنتدى أوسلو الذي تنظمه كل من وزارة الخارجية النرويجية ومركز حوار الإنسانية على ضرورة وضع أجندة موحدة وتولي زمام المبادرة من أجل تسوية الأزمتين الليبية والمالية، مذكرا نمساه في هذا الصدد بالتزام الجزائر بتحقيق الاستقرار في المنطقة وفي ليبيا وبجهودها لدعم المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة ومرافقة الفاعلين الليبيين في البحث عن حل سياسي قائم على الحوار والمصالحة. مساهل أكد أن نجاح مسار التسوية في ليبيا مرهون بشكل كبير بشرط تولي الفاعلين الليبيين لزمام المبادرة والتقليل من المبادرات التي لا تؤدي إلا لتعقيد الوضع في هذا البلد. وخلال مشاركته في جلسة حول الوضع في مالي أشاد عبد القادر مساهل بالثقة التي تتعزز باستمرار بين الأطراف المالية وتوليها لزمام المبادرة فيما يخص المسار السياسي، كما تمت ملاحظته خلال لقاء 29 ماي الماضي بباماكو. إلى ذلك دعا عبد القادر مساهل إلى دعم هذه الحركية من أجل العودة الدائمة والنهائية للاستقرار والتنمية في هذا البلد. وعلى هامش أشغال المنتدى أجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل محادثات مع ناظرته النرويجية إن إريكن سورايدي. المحادثات التي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، أشاد خلالها الجانبان بجودة العلاقات السياسية التي تربط البلدين والتي تشكل قاعدة صلبة من أجل تطوير تعاون اقتصادي هام ومتنوع بين الجزائر والنرويج. كما شكل اللقاء فرصة للطرفين لبحث الأزمة المالية والليبية والوضع في منطقة الساحل وجهود مكافحة ظاهرة الإرهاب. سهل عرض بالمناسبة المقاربة الجزائرية في حل النزاعات المبنية على أساس تغليب الحلول السياسية والحوار والمصالحة الوطنية. وعلى هامش المنتدى أيضا أجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل محادثات مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.
حيث تناولت آخر تطورات الوضع في ليبيا ونتائج لقاءات باريس. غسان سلامة أطلع أمسها حول السياق السياسي والاقتصادي بليبيا ومختلف المراحل المستقبلية لتنفيذ ورقة طريق الأمم المتحدة. نبقي على صعيد التعاون، حيث يشرع وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اعتبارا من يوم غد في زيارة إلى جمهورية أذربيجان بدعوة من نظيره الأذري، وأقول نظيره الأذري، فكرة ماموديف، وذلك تكملة لسلسلة التشاور المتبادل بين البلدين. وبأذربيجان دائما تحدث وزير الثقافة عز الدين مهوبي مع وزيرة الثقافة والسياحة الأذرية. الوزير الأذري يقول، الذي ثمن مشاركة الجزائر في فعاليات تظاهرة نخشيف عاصمة الثقافة الإسلامية 2018 والتي تنطلق غدا. خلال اللقاء اتفق الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون الثقافي وإرسائه بين بلدين اللذين يتميزان بتاريخ عريق. نبقي على ملف التعاون، حيث يشارك اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني اعتبارا من يوم غد في أشغال القمة الثانية لقادة رؤساء أجهزة الشرطة للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. القمة هاته ستكون فرصة للواء عبد الغني هامل للقاء مسؤولين سامين في أجهزة الشرطة الدولية لتبادل الخبرات في المجال الشرطي. في الحياة البرلمانية، في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، عرض وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، عرض بحضور ممثل عن وزارة الدفاع الوطني مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري. وخلال عرضه نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، أكد الوزير أن مشروع القانون جاء ليتماشى مع التطور الحاصل في المنظومة التشريعية ويواكب التغيرات التي أقرها رئيس الجمهورية عقب تعديل الدستور دستور 2016. كما يندرج أيضا ضمن مسار الإصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي ساهمت في تعزيز مقومات الحكم الراشد وتأسيس دولة الحق والقانون وتماشيا مع التشريع الساري المفعول، وذلك بتحيين أحكامه قصد منح كل الضمانات الضرورية في إطار المحاكمة العادلة والمنصفة باعتبار القضاء العسكري جهة قضائية متخصصة ضمن النظام القانوني الوطني. المشروع يهدف أيضا إلى تكريس حق المتقاضين في محاكمة عادلة عبر احترام القواعد والمقاييس التي يجب أن تحكم مختلف مراحل المتابعة والمحاكمة في المواد الجزائية. وخلال المناقشة ثمن أعضاء المجلس ثمنوا محتوى هذا المشروع وما تحقق من إنجازات في كافة المستويات بقيادة رئيس الجمهورية. نستكمل أوراق نشرتنا الرئيسة بعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لعاصمة الجزائر وما جاورها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح. حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. نواصل بالنشاط البرلماني. فبالمجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة رأس رئيس المجلس سعيد بحجة عرض اليوم وزير المالية عبد الرحمن راوية مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة. التفاصيل مع موني أحمد حراش. أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة أن مشروع قانون المالية التكميلي للعام 2018 جاء تماشيا والمعطيات الاقتصادية والمالية التي عرفتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة، والتي تطلبت مراجعة بعض أحكام قانون المالية السنوي، سعيا إلى الإبقاء على الديناميكية الاقتصادية والتحكم في الإنفاق العام، مع الحفاظ على سياسة الدعم الاجتماعي التي جعلتها الدولة الجزائرية من مبادئها الراسخة. التدابير الواردة في مشروع هذا القانون ستؤدي لا محالة إلى حماية المنتوج الوطني وبعث المشاريع الاقتصادية المجمدة التي ستعود بالنفع على المواطن والوطن. وزير المالية وفي مستهل عرضه لمشروع القانون قدم بعض المعطيات حول الوضعية العامة للاقتصاد والمالية، مشيرا إلى تحسن نسبي مسجل في بعض المؤشرات على غرار تراجع عجز الميزان التجاري وارتفاع الجباية البترولية. إن هذا التراجع في عجز الميزان التجاري مرده إلى انخفاض واردات السلع بحوالي 5% وارتفاع صادرات المحروقات بحوالي 18%. بلغت الجباية البترولية المحصلة إلى نهاية مارس 2018 ما قيمته 629 مليار دينار مقابل 514 مليار دينار إلى نهاية 2017، أي بزيادة مقدرة ب 22%. مشروع القانون المعروض أمام النواب للمناقشة والإثراء تضمن تخصيصات مالية إضافية بقيمة 500 مليار دينار جزائري لبحث بعض المشاريع المجمدة، والعديد من الإجراءات التشريعية والأحكام والتدابير الرامية إلى ضمان ديمومة المشاريع التنموية ودعم المؤسسة الإنتاجية الوطنية، كاقتراح حق إضافي مؤقت يطبق بنسب تتراوح بين 30% إلى 200% على بعض السلع الاستهلاكية المستوردة دعما للآلة الإنتاجية الوطنية، وكذلك اقتراح إلغاء الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للنشاطات الصناعية الناشئة المحلية وبعض الإعفاءات الخاصة بالاستثمار، وهي الإجراءات التي ثمنها غالبية النواب خلال مناقشة مشروع القانون، لكنهم انتقدوا بشدة اقتراح إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المنتجة محليا، على أن فرض الرسم على القيمة المضافة على السيارات المصنعة محليا في الوقت الحالي لا يراعي القدرة الشرائية للمواطن الذي يعاني غلاء كبيرا في أسعار السيارات. هذا ومن المرتقب أن يرد وزير المالية عبد الرحمن راوية على انشغالاته استفسارات نواب المجلس بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.
كما جاء في العناوين، حماة الوطن يتعززون بدفعات جديدة من ضباط صف في مختلف التخصصات العسكرية. بالمدرسة العليا للمشاة الشهيد جلو العبيدات بشرشال، اتخرجت اليوم 9 دفعات من الضباط وضباط الصف في حفل أشرف على مراسمه قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر. الدفعات المتخرجة حملت اسم الشهيد محمد بوغنجة بحضور إطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي والأسرة الثورية والأسرة المدنية لولاية تيبازا إلى جانب عائلات العسكريين المتخرجين. عن التلفزيون طه بليدي. وفاء لتقليد سنوي دأبت عليه المؤسسة العسكرية العريقة، أشرف اللواء أحسن طافر قائد القوات البرية بالمدرسة العليا للمشاة الشهيد جلو العبيدات الناحية العسكرية الأولى على حفل تخرج دفعات السنة الدراسية 2017-2018. مستهل الحفل تفتيش اللواء قائد القوات البرية لمربعات المتربزين قبل كلمة السيد العميد قائد المدرسة العليا للمشاة ريح جلالي، التي ذكرت بالمسؤوليات الجليلة التي باتت على عاتق المتخرجين وحملت شحد هممهم لمواجهة التحديات المستقبلية. أيها المتخرجون، يا قادة المستقبل وروح الوطن، إن رؤى التغيير الوثاب الجموحة وأهداف قيادتنا الطموحة يمكن تحقيقها إذا حميتموها بدمائكم ودفعتم عنها بأرواحكم وأعطيتمها جدكم وبذلتم فيها جهدكم. تسليم الجوائز والشهادات وتقليد الرتب للطلبة المتفوقين أفرد له جانب من الحفل قبل تسليم واستلام العلم. الدفعة المتخرجة المتكونة من دورات الشهادة والأهلية العسكرية في مختلف الاختصاصات صارت تحمل اسم الشهيد محمد بوغنجة، ليختتم الحفل باستعراض عسكري قبل الوقوف على معرض بأبواب مفتوحة استعرض بشكل ميداني جاهزية الجيش الشعبي الوطني، وكعرفان وتقدير كرم اللواء قائد القوات البرية عائلة الشهيد محمد بوغنجة في لفتة تعكس أصالة وعراقة الجيش الوطني الشعبي. وبالمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم علي شباطي برغاية، أشرف قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم اللواء عمار عمراني أشرف على مراسم حفل تخرج مجموعة من الدفعات للضباط المتربصين. وتضم هذه الدفعات التي تحمل اسم الشهيد نجاوي الصادق المدعو محمد الدفعة 26 لضباط القيادة والأركان، والدفعة 42 لضباط الإتقان، والدفعة 3 لضباط العاملين في تكوين ماستر، والدفعة 9 لضباط العاملين تكوين التطبيق، بالإضافة إلى الدفعة 35 للطلبة الضباط العاملين، والدفعة 17 للطلبة المدنيين التابعين للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. التفاصيل مع نادي علمي. بعد مراسم تفتيش الدفعات المتخرجة من طرف اللواء عمار عمراني قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، ألقى العميد العياش سراطنية قائد المدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم علي شباطي كلمة أبرز فيها المحاور الكبرى للتكوين النوعي والمعارف العلمية والعسكرية التي تلقاها المتكونون في مختلف التخصصات بهذه المدرسة. أيها المتخرجون، أوصيكم بالولاء اللامحدود لوطننا المفدى والإخلاص للجيش الوطني الشعبي، حاملين في ذلك شعار الدفاع عن أجوائنا هدفنا، وحدة ترابنا غايتنا، العلم والعمل سلاحنا، وسباء الجزائر ملك لنا. وبعد أداء القسم من قبل الدفعات المتخرجة تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للطلبة المتفوقين. بعدها أعطى اللواء عمار عمراني موافقته على تسمية الدفعات المتخرجة باسم الشهيد نجاوي الصادق المدعو محمد أونجي، ليستمر حفل التخرج باستعراض عسكري قدمته مختلف الدفعات المتخرجة، استعراض تميز بالدقة والانسجام الكاملين.
وبالموازاة نظمت أبواب مفتوحة بالمدرسة، ومعرض للكتاب جاء ثريا بالعناوين العلمية والتجارب التكنولوجية. وفي الأخير تم تكريم عائلة الشهيد نجاوي الصادق. إلى قطاع السكن، حيث تدعمت الحاضرة السكنية لولاية البليدة بأقطاب حضرية جديدة تضم أزيد من 200 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ وتتوفر على كامل المرافق الضرورية. عن كثب، روبورتاج شهرزاد ينون. أقطاب حضرية جديدة استفادت منها ولاية البليدة بمختلف الصيغ تغطي بنسبة كبيرة الطلب المسجل على السكن. في إطار برامج فخامة رئيس الجمهورية استفادت ولاية البليدة بتقريب 206,771 وحدة سكنية، يعني بكل أنماط من السكن الاجتماعي والسكن الترقوي المدعم وكذلك السكن البيع بالإيجار وكذلك السكن الترقوي العمومي وكذلك الإعانات الريفية بحكم أن الولاية ذات طابع كذلك ريفي. وفق توجيهات معالي السيد الوزير بالسكن لابد أن نوجد سكن مع السكن مع المنشأ التربوي وكذلك بعض المرافق العمومية الأخرى. القطب الحضري الجديد الصفصاف بمفتاح يحصي أزيد من 10,000 سكن، منها 5,500 سكن اجتماعي، وقد تم تخصيص جزء منها لفئة المعاقين. التزم أننا نسلم مرحليا جزء من السكنات خلال نهاية السنة واللي يفوق 2000 وحدة سكنية. أما بالنسبة للجانب المرافق العمومية المرافقة لهذا المشروع، سجلنا عدة مرافق خاصة المدرسية منها كمدارس ابتدائية متوسطة وثانويات، بالإضافة إلى المرافق الأمنية اللي بالضرورة تكون موجودة على مستوى الحي. المدينة الجديدة بوينان بأزيد من 38,000 وحدة سكنية مجهزة بكل المرافق اللازمة التي يحتاجها المواطن. المحلات الموجودة على مستوى الطوابق الأرضية تم تخصيصها بالدرجة الأولى لكل المرافق الضرورية للساكنة، مثلا كاسوني الغاز، البريد، بعض البنوك، من أجل تقريب كل الإدارات اللازمة من المواطن. تهيئة عمرانية تتناسب ومفهوم المدينة الجديدة بما تحمل من مرافق وفضاءات تستجيب لاحتياجات الساكنة. وتحسين للوجه الحضري لمدينة تندوف، عملية واسعة لتزيين واجهات المنازل وفق نمط عمراني صحراوي موحد، وهذا بالتركيز على مراجعة المساحة المخصصة لمدخل كل بيت، وهذا حفاظا على الأرصفة، تقول فاطمة الزهراء بن فرج الله. هي واجهات موحدة ذات طابع عمراني محلي استفادت منها بعض الأحياء ببلدية تندوف ضمن برنامج خاص لتحسين واجهات المنازل. كان ولاية تندوف فرحوا بهذه المبادرة ونشكرهم بزاف بزاف، وإن شاء الله ماذا بينا مبادرات كما هكا مستقبلا إن شاء الله. استفادت عدة أحياء من تحسين الواجهة للناس قامت بخدمتها، بصح عندنا ثاني الإشكال تاع الترويزيام ترونش هذا اللي مازال ما فاتش، ومن هنا باش الناس تكمل، اللي بقى لهم اللي عنده بنتوري يكمل، واللي عنده الامور اللي بقات له العالقه يكملها. نتمنوا باش يسرعونا في الترويزيام ترونش. الواجهه تاعها خدموا لها الطريق لاباس، دقات طروطوارات دوكا شويه معقمهم يعاودوا فيهم. أشغال هذا المشروع متواصلة في الكثير من الأحياء، فيما يطالب البعض باحترام المساحة المسموحة في الأشغال والتي كثيرا ما تتجاوز الأرصفة، مما استدعى تدخل الجهات المعنية. طلبنا حصة أخرى، حصة تاع 2000 إعانة والله، حتى نعمم الاستفادة على جميع أنحاء المدينة، لأنها فعلا كانت فيها فايدة إيجابية بالنسبة للطابع المعماري في تندوف. فعلا هذا الانشغال اللي طرحوه المواطنين كان انشغال في محله، لأنه خروج
يعني المقياس الباب على على الصفه، وبالتالي يحرج يحرج المار على الصفه. رسلنا وبلغنا مدير السكن، لانه مكتب الدراسات اللي يتابع العمليه هو تحت وسايتها، وان شاء الله يرفدوا هذا الانشغال بعين الاعتبار باتفاق مع مكتب الدراسات اللي يتابع هذه العمليه. وفي انتظار تعميم هذه العمليه على الاحياء الاخرى والاسراع في منح الاشطر المتبقيه من الاعانات للمستفيدين، يبقى الحفاظ على هذا الطابع العمراني بتندوف اولويه في الوسط الحضري. أكد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب خلال زيارة تفقدية لولاية البليدة أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقطاع الرياضة بالوطن، وكذا ضرورة الاستثمار في العمل البشري بالمرافقة والتكوين. المتابعة لمليك زجولي. في زيارة عمل وتفقد لعدة منشآت رياضية، وزير الشباب والرياضة أكد أن ولاية البليدة قطبا رياضيا هام، كما أشاد بتجربة استثمار الخواص في قطاعه ببناء مسبح بلدية مزايا، داعيا إلى ضرورة إشراك الخواص في الاستثمار لترقية الرياضة في الجزائر. شيء جميل جدا أن شفناها القطاع الخاص يشارك بقوة في الاستثمار الخاص بفئة قطاع الشباب والرياضة، وهذه أمور نسجلها إيجابيا، لأنه اليوم مابقاش الاستثمار بين الفرق ما بين الاستثمار الخاص والعام، كل يصب في استراتيجية ورقة عمل لتتماشى مع احتياجات وطموحات المسؤولين المحليين وأهلها في المنطقة. الاستثمار في العامل البشري عن طريق التكوين والمرافقة هي أهم ما أكد عليه الوزير خلال تفقده عدة منشآت رياضية. حصيلة وإنجازات مجمع صنع تراك لعام 2017 واستراتيجيته آفاق 2030 ضمن أبرز ما قدم في العرض الخاص أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني بقاعة المحاضرات الكبرى لصنع تراك. عرض شامل بالأرقام والإنجازات والرهانات لهذا المجمع، المجمع الذي يطمح أن يكون ضمن شركات الخمس الأولى عالميا. رابح مداوي. الأرقام كثيرة والحصيلة إيجابية لعام 2017 بمداخيل بأكثر من 33 مليار دولار مقابل 29 مليار دولار لعام 2016، لكنها تبقى أرقام لا تعكس طموح ولا إمكانيات مجمع بحجم صنع تراك التي تسعى عبر تنويع أنشطتها وشركائها وفروعها لتكون ضمن الشركات الخمس العالمية الكبرى في ظل استراتيجية تمتد لأفاق 2030 فيها من الأهداف في الإدارة في التسيير في الاستكشاف في جلب الشركاء وما يدعو إلى مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع المحروقات دون المساس بقاعدة 51-49%. 16000 employés خرجوا من سوناتراك وراحوا لي 10 dernières années. Comment vous les remplacez? شكون يجي يخدم بلاصتهم؟ شكون يجي ويقدر يدير الشغل اللي رحنا نديروه؟ Donc on est en train de reconstruire l'entreprise. On n'est pas dans une situation catastrophique. On est dans une situation consciente. On est conscient de la situation. Et on dira clairement ce que nous pensons. هذه ما فيهاش حتى هضرة كل شيء. Quand on dit que 49-51, ça nous convient, ça nous convient. استراتيجية شاملة برؤية مستقبلية لقطاع تملك بشأنه صنع تراك كفاءة هائلة ومساحة منجمية كبيرة واحتياطات طاقوية غير تقليدية كالغاز الصخري والطاقة المتجددة. Nous sommes dit si on veut aller à 1030 ou 2030, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? هذه هي la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Quels sont les moyens financiers, physiques, humains, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et donc c'est ça ce que nous sommes en train de faire, c'est d'essayer de se fixer des objectifs, de se dire quels sont les moyens à mettre en œuvre. On parle de raffinerie ou gaz de schiste. في الأفق عائدة بستين مليار دولار في قطاع المحروقات تحضر من الآن صنع تراك الأرضية لذلك. نبقى على الصعيد التقوي، حيث وقعت الشركة الجزائرية تسيير شبكة نقل الغاز فرع مجمع صون الغاز وشركة المنشآت القاعدية للاتصالات السلكية واللاسلكية للجزائر كومينتال الجيري اليوم على اتفاقية تتضمن تعاضد شبكات الألياف البصرية الموجودة على طول شبكة توزيع الغاز بشبكة ألياف بصرية حديثة ما يقارب 21,000 كيلومتر. ستسمح هذه الاتفاقية بفك العزلة عن المناطق النائية، وهذا من خلال ضمان خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية لسكان المناطق الريفية.
Le GRTG, dans sa stratégie aussi, que nous la soutenons et nous voulons développer aussi dans cette filiale, la gestion numérisée de l'ensemble des actions de cette filiale, gestionnaire du réseau transport haute pression du gaz naturel. Toute cette chaîne de valeur, toute cette gestion de cette chaîne de valeur a besoin de beaucoup de numérisation et beaucoup de communication pour bien gérer ce produit. Et cette communication et cette numérisation passe par cette bande passante qui est la fibre optique. أشرف اليوم وزير المجاهدين الطيب زيتوني بمعسكر على إحياء الذكرى 62 لاستشهاد البطل أحمد زبانة، وهذا أقول خلال ندوة تاريخية حول الشهيد دعا زيتوني لضرورة اهتمام الشباب بتاريخهم والافتخار بأبطال الثورة التحريرية، مؤكدا بالمناسبة أهمية إعادة الاعتبار للمتاحف. المراسلة لعمارية نهاري. أحيت معسكر اليوم ذكرى استشهاد أحمد زبانة بمقبرة الشهداء. المناسبة أشرف عليها وزير المجاهدين الطيب زيتوني بغار بوجليدة. هذا غار بوجليدة هو يعتبر يعني شهادة ناطقة أولا على جرائم الاستعمار المرتكبة في حق الشعب الجزائري، يعتبر كذلك شهادة ناطقة بالنسبة لحميدة زبانة ورفاقه، يعتبر كذلك شهادة ناطقة بالنسبة لتاريخ الجزائر، بالنسبة للمعاناة، بالنسبة للتضحية الذين يعني قدموا كل ما عليهم في سبيل الجزائر والجزائريين. كما تم تنظيم ندوة تاريخية تطرق فيها إلى ما تم إنجازه من طرف وزارة المجاهدين للحفاظ على الذاكرة التاريخية. هذه الإنجازات تدخل في إطار أولا تطبيق برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بما يخص الذاكرة الوطنية والتاريخ والحرص عليها، وجعل كذلك من التاريخ وتعريب التاريخ وتلقينه للأجيال في الدستور الجديد كل الديباجة مستبين دامين بيان أول نوفمبر. الذكرى كانت مناسبة لتدشين ووضع حيز الخدمة لعدة هياكل إدارية وخدماتية وإيصال الغاز الطبيعي لأكثر من 600 عائلة بالقعدة. وتخليدا لروح الشهيد البطل أحمد زبانة، نظمت بساحة سجن سركاجي وقفة تكريمية حضرها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس وعدد من المجاهدين والمحكوم عليهم بالإعدام بإبان الثورة التحريرية المجيدة. وإحياء لليوم الوطني للمحكوم عليهم بالإعدام نظم منتدى الذاكرة لجمعية مشعل الشهيد، نظم وقفة عرفان تكريما للمجاهدات المحكوم عليهن بالإعدام، حيث تم تكريم المجاهدة عمراني زهية من قالمة التي حكم عليها الاستعمار الفرنسي بالإعدام في 7 مارس من عام 61. حفل التكريم تميز بإدلاء بالشهادات حول العمل النضالي والفدائي لحرائر الجزائر بين الثورة المجيدة. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، دمرت أمس مفرزة الجيش الوطني الشعبي قنبلة تقليدية الصنع بخنشلة حسب ما أفاد به بيان وزارة الدفاع الوطني. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، وقفت مفرزة للجيش بتمراست مهربين 2 وضبطت مركبة رباعية الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب، فيما حجز عناصر الدرك الوطني بكل من وهران وسعيدة الزيادة من 3200 وحدة من مختلف المشروبات و 183 قرصا مهلوسا، في حين تم توقيف 11 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة. إلى محطاتنا الدولية، حيث أفضت القمة الصينية الكورية الشمالية في بكين إلى اتفاق رئيسين شي جين بينغ وكيم جونون على ضرورة تعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وهذا بعد أن تناقش حول تطورات الوضع في شبه الجزيرة الكورية في عقاب اتفاق سنغافورة. الزيارة تعد الثالثة لكيم جونون منذ شهر مارس الماضي والأولى له منذ القمة التاريخية التي جمعته برئيس ترامب الأسبوع الماضي. أكدت الصين أنه في حال إعلان واشنطن فرض رسوم إضافية على قائمة أخرى لمنتجاتها فإنها ستتخذ إجراءات عدة، وصفة ذلك بالحرب التجارية التي تتعارض مع قانون السوق والتنمية ومصالح شركات البلدين. هذا وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد هددت بتحديد منتجات صينية قيمتها 200 مليار دولار لفرض رسوم إضافية عليها.
إلى الحدث الكروي العالمي مونديال روسيا وأهم نتائج اليوم السادس، حيث فازت السنغال أمام بولندا بهدفين لهدف، فيما حققت اليابان المفاجأة أمام كولومبيا، في حين انهزم المنتخب المصري أمام منتخب البلد المنظم روسيا بثلاثة أهداف مقابل واحد، وهذا قبل نهاية المباراة بدقائق. وعن أهم ما ميز الجولة الأولى من المونديال نتابعه مع بلال بناري. بعد انقضاء المونديال سيتذكر الكبار حتما الجولة الأولى التي لم تمر بردا وسلام على حامل اللقب المانشافت الألماني، ولا كبير المتوجين البرازيل وغريمه الأرجنتين. المستضيف الدب الروسي كشر عن أنيابه بخماسية، والأوروغواي حقق المطلوب فكانت الضحيتان السعودية ومصر. أما إسبانيا والبرتغال فجعل ديربي أيبيريا أهم مباراة لحد الساعة، وإن تعادل فيها أخفق ممثل العرب الآخر المغرب بخطأ مكن إيران من النقاط الثلاث وإن كانت الكرة أخطاء. المنتخب الفرنسي فاز بصعوبة أمام أستراليا، وممثل أوروبا الآخر الدنمارك فاز أمام البيرو، وفيما أجبر إسلندا الأرجنتين على التعادل، وفازت كرواتيا أمام نيجيريا، وتعادلت البرازيل أمام سويسرا. فحق لأوروبا استعراض عضلاتها أمام أمريكا اللاتينية، خاصة بانهزام كوستاريكا أمام صربيا، فيما حقق المكسيك المفاجأة وحفظ ماء الوجه للقارة البعيدة عندما أطاح بحامل اللقب ألمانيا. أما حامل آخر أمال العرب في الجولة تونس، فانقاد للهزيمة في آخر الدقائق اللعينة بعد فوز السويد أمام كوريا وبلجيكا أمام بنما، في حين انهزمت كولومبيا أمام اليابان في واحدة من مفاجآت الدور، دور لم تفز فيه القارة السمراء لولا التألق السنغالي أمام ممثل أوروبا عندما تحدى ونجح في الفوز أمام بولونيا. في انتظار الجديد، تسخر ولاية سعيدة بمؤهلات سياحية كبيرة على غرار منطقة عين سخونة، الوجهة المفضلة لعشاق السياحة الحموية رغم نقص المرافق والهياكل السياحية. سفيان مقنين عدى ريبورتاج التالي. يرتبط اسم ولاية سعيدة دائما بالمياه المعدنية، هذه الثروة الباطنية التي تبرز إلى السطح أحيانا كما هو الحال في بلدية عين سخونة على بعد 90 كيلومترا جنوب سعيدة. هذه البحيرة التي تعد مقصدا للمواطنين من كل الأماكن توفر لمرتاديها أجواء من التأمل والهدوء وفرصة لممارسة السباحة، خاصة بعد ارتفاع منسوبها من جديد. كان الماء هابط، من بعد المنسوب تاع المياه طلع، وكما راكم تشوفوا الفضل الأول والأخير يرجع للشباب بلدية عين سخونة ومساعدة السلطات المحلية. احنا ديكوفريناها صافي 3 موا ولا 4 موا، احنا من وهران ورانا نجيو هنا نتلمو وكاين نتكالم ونتريح، احنا نصومالاز هنايا، يعني ما شاء الله منطقة ما شاء الله ما ناسها الله يبارك. هاد العين احنا نجيو نزوروها، نجيو نشوف فيها في التفساح كما نقولو حنايا، يجيبوا ولادنا يرتاحوا فيهم. المنظر هذا مادا بينا حنايا يكون اكثر من هاك، مادا بينا على السلطات المحليه تزيد تساهم باش تتطور هذه العين هذه. هذا الموقع الطبيعي يمكن ان يتحول الى مورد سياحي هام اذا توفرت المرافق الضروريه التي تعطي الراحه والترفيه والخدمات المناسبه للزوار، خدمات كما يبدو لا تزال تحت المستوى المطلوب. بالنسبه للمرافق اللي فيها يحلوا ثاني غير في الصيف من نص تاع الربيع، بالنسبه للقهوه المطعم كاع راهم كاينين ورانا كارينهم، وحنا مستقبلا حسب تصريحات رئيس البلديه مستقبلا ان شاء الله غادي ممكن تروح حتى في الاستثمار، نوسعوا هذه العين هذه، وحنا مرحبا باي واحد. تثمين المواقع السياحيه مثل هذه يمر عبر استثمار اكبر في البنى التحتيه والمرافق والكفاءات من اجل تحسين تدريجي للخدمات وبعث اقتصاد سياحي على مستوى محلي. نختم من حيدره من المنزل المتحف، حيث حولت السيدة ناتالي حديقة بيتها إلى معرض لأجمل التحف التقليدية وفضاء يجمع الحرفيين لتبادل الخبرات والإبداعات الفنية. تقول بديع زيات. تقودك خطاك ذات يوم سبت بالقرب من هذا العنوان،
فتتعجب بأنك استضفته فجأة في داخل منزل تعج به حركة مميزة لم تكن تتصور وجودها. Pour ça génial, juste génial parce qu'on peut rencontrer des artistes de tout genre et tout ça et on s'échange plein d'idées. Venir du Sénégal exposer ici à et c'est sympa, j'aime bien le cadre, les amis, c'est ma première exposition. J'ai trouvé qu'il y avait un manque de présence en fait de gens qui faisaient des choses sublimes, des choses vraiment extraordinaires et on ne savait pas les trouver sur Alger. Des gens qui découvrent en fait un partage des techniques, un partage des connaissances et une entraide aussi. حرفيون لبوا الدعوة فقدموا إلى هذه الحديقة التي حولتها صاحبتها إلى معرض للتحف وأغراض أخرى. Le cash في الجزائر اللي ما عندوش ان بانيه على ميزون دونك جي بري مون بانيه celui de ma mère celui de ma sœur وبديت نكستوميزي فيهم سي لا او جي اي ليدي وبديت دونك لا بارتيكولاريتي تاعي سي كو جو في دي زانس ان كوير اي لو كوير سي دو ميد ان بلادي درتهم على شكل الصياغه تاع التوارك وهما الاشخاص تاع ما قبل التاريخ ولكن طورتهم ودرت لهم حاجه جديده بصح ما زلنا نصيبوا الاشياء الموجوده كما الحصان كما هادو لي زيليوكانت اللي موجودين على الجدران دو لار كولينير يا دو يا دي بيجو يا دو لا سيراميك يا فريمون دي برودوي دو تيروار يا دو جون تالون يا اوسي دي بيرسونز اجي كي سون سورتي ا لا ريتريت كي فون دو سا لور كي فيف دو سا سي فو فولي بيتيز ا بيتي جي كومونسي ا فابريكي مي بروبر بيجو كو جو بورت ابواب منزل ناتالي مفتوحه فما على محبي الفنون الا التوجه اليه الى العناوين أزيد من 709,000 مترشح عبر الوطن على موعد غدا مع امتحانات شهادة البكالوريا. ووزيرة التربية الوطنية تدعو الممتحنين إلى التحلي بالهدوء والثقة بالنفس وتجنب الانحرافات التي تتعارض والعمل الجاد. المقاربة الجزائرية في حل النزاعات المبنية على أساس الحوار والمصالحة الوطنية. في الدورة 16 لمنتدى أوسلو حول الوساطة. أقطاب حضرية جديدة بأزيد من 200,000 وحدة سكنية بولاية البليدة. وكما تبعتم بتندوف عملية واسعة لتزيين واجهات المنازل وفق النمط العمراني الصحراوي. حماة الوطن يتعززون بتخرج دفعات جديدة ضباط وضباط صف من المدرسة العليا للمشاة بشرشال والمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم برغاية. وفي الذاكرة تخليد لذكرى شهيد المقصلة أحمد زبانة ودعوة للاهتمام بالمتاحف وجعلها مراكز إشعاع علمية وتاريخية. عناويننا في الخدمة، شكرا لكم وتقبلوا تحيات فريق الخدمة. إلى اللقاء.